يا رب ارحم. يا ليسون يا ليسون ارحمنا يا الله. يا ليسون يا ليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون 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 إكرام الإكرام ومجدل السالوس القدوس الآب والابن والروح القدس سلام المبني لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتهج فيه. يا رب خلصنا يا رب ساهم سهلنا شيرين ببلا واس وابن اوتين وتامين بس مرات جيب نوت فيوت ببانتوكراتور امين بس مرات جيب بفمونو غريس ان شيري سوز بخريستوس بن شون امين بس مرات جيب ابن مصواب ام باراكليتور واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين. مبارك رب الاله الى الابد امين. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق رب يدوم الى الابد امين. هللويا. مارنيش ليل ليسون ابني بشوي سبنوتي بيبانتو كراتور يوتم بشوي صوفنوتو بن ستيرسوس بخريستوس نشكوران
على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات القديس منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البطريرك قداسة البابا الأنباء تودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء يؤنس وأبينا الأسقف المكرم الأنباء بيقول وأبينا الأسقف المكرم الأنباء سوفيلس، ويجعلنا مستحقين ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. من أجلات نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نحلالك بهذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع خوفك، كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين إن لحنا عن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة التي لك وعن هذه الكيسة وموضعك المقدس هذا نزيسنا نبنى من ترد ورسان همون لانجين صبيتك تنبير شيشينان هو من جين من هبنى من اتشيلين من جين تقوم ترسنتي بيغاجي عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الأساقفة والكهنة والشمامسة والإكليروس والشعب كله وضعفي، فلنكون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، فم الاثنى عشر رسولا، فم ناظر إله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس الأنبا ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خادم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس من أفواس 318 الذين اجتمعوا بنيقيا والمئة والخمسين بمدينة القسطنطينية المتين بأفسس من فم أبينا الطوباو المكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيجول وأبينا الأسقف المكرم الأنبا ساوفيلوس ومن فم حقارتي لأنه مبارك من ذو مجد اسمك القدوس.
علمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. ماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه أسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب. هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامة، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في أردن وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشوا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود معدن، معوزين، متضايقين، متألمين. هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم شهداء لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي يعود ما كان قدامه من الفرح صبر على الصليب واستهان بالعار وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. يا أحبائي لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا، وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين. أكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمول بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فارتقوا مع جميعنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحد اسمه ديمتريوس صائغ الفضة صانع حياكل الفضة لأرطميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع صناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل من جميع آسيا استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة،
بل أيضا هيكل أرطميس الآلهة العظيمة، أن يحسب لا شيئا وأنه سوف تهدم عظمتها، هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايس وأرسطرخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا يطلبون إلي أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود اسكندر من الجمع فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع، فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين عظيمة هي أرطميس التي لا أهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهم ليس صارخي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحدا فأنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فأنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم الثامن من شهر مصر المبارك احسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا اباء يا اخوتي الجميع امين. في مثل هذا اليوم من سنه 161 قبل الميلاد استشهد القديسون اليعازر وزوجته سلومي واولادهم السبعه. كان اليعازر ابنا متاثيه واخو يهوذا المكابي من نسل هارون، كان معلما للشريعة اليهودية وقد علمهما لأولاده. ولما ملك أنطيوخس بلاد الشام وحاصر أورشليم استعمل القسوة مع اليهود ليجبرهم على مخالفة شريعة أبائهم، فخاف كثيرون من سطوته وطاعوه. أما هؤلاء الأبرار فقد ظلوا محافظين على الشريعة المعطاة لهم من الله، فعذبهم أنطيوخس كثيرا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسم ومشاط حديدية. وكانت البارة سلومة تشجعهم إلى أن نالوا جميع مكاليل الشهادة. بركة صلواتهم تكون معنا ربنا المجد دائما أبديا أمين. خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه فلم يسمعوا. أما أنتم
فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع وأن نعمل أبان جيلك المقدسة بتلباط قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. يبصر المستقيمون ويفرحون، أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسم الكيس أداك يا ربنا يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم.
الرب عن يمينك يا أبانا الطوباوي المكرم البابا المعظم الأنبات بطرس الثاني وشريكيك في الخدمات الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيجول وأبينا الأسقف المكرم الأنبا ساوفيلوس الرب يحفظ لنا حياتكم أمين بارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين انظروا إذن لا تحتقر أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد ضل ماذا تظنون إن كان لأحد 100 خروف وضل واحد منها أفلا يترك 99 على الجبل ويذهب يطلب الضال وإذا حصل ووجده فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل هكذا ليست مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار وإذا أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك وإن لم يسمع منك فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كوثني وعشار الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض لأي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من عند أبي الذي في السماوات لأنه حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه والمجد لله بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته إلى الأبد أمين كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي في احتفالات أمنا العذراء التي نفرح بها جميعا يباركنا جدا هذا الصباح المبارك أن يرأس صلوات هذا القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل والحبيب الأنبا بيجول أسقف رئيس دير المحرق سيد العذراء وأيضا نيافة الحبر الجليل الحبيب الأنبا ساوفيلوس أسقف منفلوط وطوابعها نيافة الأنبا بيجول حضر معاه أبونا فليكسينوس وأبونا فيليمون وأبونا مركوريوس وأبونا يحنس وأبونا سلوانس وأبونا بيموا وأبونا ونيافة الأنبا توفيلس حضر معاه أبونا متى الوكيل وأبونا كريستوفر وأبونا ماكسيموس وأبونا أندرو فالنهاردة يعني
ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا، حتى أنتوا كده لما بيكون في أسرة كده وتبقوا ليكم كتير ما شفتوش بعض وتقعدوا مع بعض، فبيبقى يوم مفرح. فما أحلى زي ما الإنجيل قال، ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. أنا فرحتي شديدة جدا النهاردة، وربنا يجعل المحبة باستمرار كده. أنا يوم ما أكون بروح أصلي في دير المحرق ببقى فرحان زي العيال، لأنه طبعا دير المحرق ده اللي تربينا فيه يعني، ومنفلوط دي غالية علينا جدا. لا يفوتنا أن نحن نشكر قناة ميسات لأنها بتغطي معنا حاجات كتير، ربنا يعوضهم كل خير ويجعل كل خدمة لمجد اسم ربنا القدوس. كلمة العظة يباركنا بيها نيافة الحبر الجليل الأنبا ساوفيلوس. حليلنا يا سيدنا، حليلنا يا سيدنا، بسم الله والابن والروح القدس الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بنهضة وصوم أمنا العذراء. آخر آية في النهاردة سيدنا أراها، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. سيدنا عمل تقليد جميل لسيدنا الأنبا بقول من سنة 2018 إن لينا يوم سبت نصلي هنا. فأنا من طبعا كنت باجي أبونا مخائيل مع سيدنا الأنبا بقول من 2018 و 19 لا من أول 19 بقى، من أول 19 بقيت يعني، كان أول بيجي الآباء دير المحرق بقيت أجي ومعايا كمان كهنة منفلوط. فأصبح تقليد جميل سيدنا عمله لنا إن إحنا ناخد يوم سبت نصلي معاه هنا في صوم أمنا العذراء. فبنشكر سيدنا على هذا التقليد الجميل. ويعني وأنا قاعد مع سيدنا دلوقتي بتفق على ميعاد تاني ليا أنا، يعني كل مرة بنقعد فيه مش آخر مرة، ده كل مرة بنجهز الميعاد اللي بعديه، يعني لسه قاعد مع سيدنا بنجهز الميعاد بتاع شهر 10 هنتقابل فين عشان نصلي فين. بس المره دي عندنا في قريه كده، قريه نزه فيها تدشين ان شاء الله، فقاعدين مع سيدنا بنتفق على الميعاد اللي جاي، وهي دي روح كنيستنا، روح المحبه بتاعت كنيستنا. فبنشكر سيدنا على هذا التقليد والمحبه اللي يعني من زمان، يعني الواحد له ذكريات مع سيدنا من فوق ال 27 سنه، يعني واحد كان لسه شمس صغير في كنيسه سماك ميخائيل بتوصن، وكان سيدنا هو المشرف علينا. فبنشكرك يا سيدنا يا حبيب على تعبك ومحبتك اللي بتسكبها فينا وفي قلوبنا عبر السنين دي كلها. وطبعا سيدنا الحبيب يعني ليه، وانا طالع دلوقتي نقول انا جاي معايا ايه، ابويا وابويا، جاي معايا سيدنا الانبا يؤنس ابويا، وجاي معايا سيدنا الانبا بيقول ابويا. بنشكر هم على بردك الاباء دير المحرق واباء كانت منفلوط على تواجدهم في هذا الصباح المبارك. إنجيل النهاردة هو إنجيل معلمنا ماري متى البشير إصحاح 18. إنجيل معلمنا ماري متى البشير إصحاح 18. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ممكن الواحد في حياته الروحية أو حياته حتى البشرية يحتقر حد، أنا أحسن منه. وخلي بالكم أن هذا الفكر دخل في قلوب التلاميذ مرة تخنقوا من هو الأفضل ومن هو الأحسن ومن هو الأعظم، دخل في مرة في ذهنهم هذا الفكر. وبعد كده السيد المسيح قال إيه، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. طب ماذا يحدث إذا ضل أحد هؤلاء الصغار؟ وده بردك سيد المسيح طرح هذا السؤال، ماذا يحدث إذا ضل أحد هؤلاء الصغار؟ وخلي بالكم وفي مع الأخذ في الاعتبار أنه ليست مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد، يعني الموضوع أن يهلك أحد لا، هو مش جاي، هو جاي يخلص كل أحد. ماذا يحدث إذا ضل أحد هؤلاء الصغار؟ هنا يظهر دور الراعي الصالح، هنا يظهر دور الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف. هنا بقى يظهر دور الراعي الصالح. يوحنا المعمدان
حدد في كراسته في بداية الكرازة بتاعته أيتين مهمين جدا، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. حدد التوبة، كانت البداية هي التوبة، وأعدوا طريق الرب وإصنعوا ثمار طريقة بالتوبة. الأيتين دول كانت بداية كرازة يوحنا المعمدان، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. جاء ابن الإنسان الراعي الصالح يبحث عن هذا الضال، يبحث عن هذا الضال عشان يضعه على أعتاب التوبة. جاء الراعي الصالح يضع هذا الضال على أول درجة في درجات التوبة، الهدف بتاعه أن يخلص كل أحد. معلمنا بولس الرسول النهاردة في البولس بيخاطب أهل كلوسي يقول لهم إيه؟ لم نزل مصليين وطلبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته، وهي مشيئته إيه؟ أنه يخلص كل أحد في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب، كما يحق للرب. والسلوك كما يحق للرب بداية التوبة، بداية التوبة. السامرية ما كانتش بتسلك كما يحق للرب، لكن هو راح وجعلها تسلك كما يحق للرب، وليس هي فقط وبل وأهل السامرة أيضا. يبقى لم نزل مصليين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. ده واحد حط رجله على بداية الطريق في التوبة وسلك كما يحق للرب في كل عمل صالح، وأصبح نامي في معرفة الرب. يعني بقى شجرة كمان وبتكبر. كلمة النمو دي دايما ايه تبقى موجودة ايه في الحاجة اللي بتطلع سنة سنة زي ايه؟ زي الأشجار. ونامين في معرفة الله متكونة بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناه بفرح. الله، يعني الراعي الصالح جاي يطلب ما قد هلك، مفيش حق، ومش جاي عشان خاطر ايه حد يهلك. هو الابن الوحيد بذل نفسه على عود الصليب لاجل كل واحد، لاجل خلاص كل واحد. عشان كده في سفر ملاخي اصحاح 3 ايه 7 الايه الجميله، ارجعوا الي ارجع اليكم. تعالوا، باب التوبه مفتوح، باب التوبه مفتوح. ابن الإنسان جاء يخلص كل أحد، وبداية الطريق هي التوبة، بداية الطريق هي التوبة. شوفوا بقى بقية القصة بتاعت النهاردة. جاي عشان يخلص كل واحد، في واحد ضال، عمل إيه؟ ترك 99، وركزوا بقى في ألفاظ الكتاب المقدس، ما سابهمش كده، سابهم على الجبال، سابهم على الجبال. بعد أيام هنحتفل بعيد التجلي، كل سنة وانتم طيبين، على جبل التجلي. تعالوا نشوف على جبل التجلي كان مين، ونتخيل أنه ترك 99 على جبل التجلي مثلا، أو أحد الجبال، وترك 99 على جبل التجلي. كان مين معاه على جبل التجلي؟ كان مين معاه؟ موسى ومين؟ وإيليا. شوفوا موسى وإيليا لما يبقى معاه 99 خروف الذي لم يضل، هيعملوا معاهم ايه؟ وهيقولوا لهم ايه؟ لما يجي يحكي مع موسى يقول له ايه؟ انتم رايتم ما صنعت بالمصريين، وانا حملتكم على اجنحه النصور وجئت بكم الي على هذا الجبل. يبقى على جبل التجلي أو على أحد الجبال أو 99 وهم موجودين على الجبل، هم موجودين في حماية، موجودين في حماية موسى وإيليا، موجودين في حماية الشريعة، موجودين في حماية كلمة الله، مش مطروقين كده وهم يعني متسابين، لا. فالآن شوف بقى إيه برضك بيخاطب موسى، يقول إيه؟ فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي
تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، وتكونون لي أمة مقدسة، مملكة كهنة وأمة مقدسة. 99 كانوا في مملكة مقدسة. 99 الذين تركهم ما تركهمش كده، تركهم على الجبال. ودايما في العز على الجبل لما نيجي نحكي في بداية نقول وصعد إلى الجبل، دايما نقول إيه؟ رفز الجبل ترمز للصعود، فتركهم في منطقة عالية. الذين إيه؟ اللي هم 99 مش ضالين، لكن ذهب يبحث عن هذا الضال. وما نيجي نشوف مثلا واحد زي إيليا في القصة الجميلة بتاعته، هنلاقيها كانت على جبل الكرمل. شوفوا حصل ايه مع إيليا. قصة برضك توضح ان 99 دول في امان. مرة اخاب قابل إيليا وقال له انت مقدر اسرائيل. قال له انا اللي مقدر اسرائيل؟ قال له ده انت وبيتك واهل بيتك بترككم وصايا الرب. مرة اخاب قابل إيليا وقال له انت قدرت اسرائيل؟ قال له انا اللي قدرت اسرائيل، ده انت وبيتك بترككم وصايا الرب. وراح بعد كده إيليا قال له طب بص احنا بقى هنشوف مين هو الاله. قال له هات لي 450 كاهن البعل او انبياء البعل اللي بياكلوا على مائدتك انت ومراتك الشريره، وهات انبياء السوار 400 ونقعد نشوف بقى من هو ايه، من هو الله. حلوه المناظره دي مناظره، كلمه مناظره يمكن موجوده دلوقتي كتير، دي مناظره بين ايليا وبين 850 واحد انبياء البعل وانبياء السواري. عمل مناظره يا واحد قصاد 850، شوف بقى يعني ده ما يتحملش، يعني لو فيهم كام واحد كده ممكن يعني ياكلوا ايليا في الكلام ولا ياكلوا ايليا في الصلاه، ما نشوف هيحصل ايه. فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. إن كان ربنا هو الله نتبعه، لو البعل خلاص أنا مش مع 850. أما نشوف طب عايز إيه إلي؟ قال إحنا مش هي مناظرة، يبقى فيها إيه؟ فيها بقى إيه بالعدل، هاتولنا إيه صورين عجلين وعن البح، هم ياخدوا واحد وانا اخد واحد، بس هم عشان القطار هم يبتدوا. طب كتر خيرك يا إيليا، يعني هم اللي يبتدوا؟ هم عدد اكتر، يصلوا هم الاول، يتفضلوا هم يصلوا. فراحوا ايه خدوا العجل بتاعهم ودبحوه وقعدوا ايه يصلوا ايه للبعل بتاعهم، يا بعل اجبنا يا بعل اجبنا. فإيليا يقول لهم ايه، علوا صوتكم شويه، لا طب لحسن يكون نايم، لحسن يكون في سفر، لحسن يكون نعسان، يعني علوا صوتكم. وكان من عاداتهم كانوا يشرطوا أجسامهم عشان يسيل الدم. وقعد إيليا إيه طبعا بيضحك من جواه. ولما تعبوا قال لهم خلصتوا؟ قالوا خلصنا. قال طب خلاص هاتوا بقى الإيه الصور التاني، العجل التاني. وراح عمل مذبح. شوفوا إيه، أما إيليا فرمم مذبح الرب المنهدم. الكلام ده كان على الجبل، اللي عايش على الجبل 99 عايشين في حالة صلاة، في حالة ارتباط مع الله. أنا بركز الأول على 99 وهرجع للخروف الضال تاني. 99 مش قاعدين كده خلاص احنا توبنا وتناولنا وصمنا، لا 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 لا، دي حياة مستمرة، ده عايشين في حياة مستمرة مع الله، عايشين في حالة صلاة وعايشين مع شريعة وناموس ووصايا. موسى وإيليا لهم رمز كبير جدا. أما إيليا فرمم مذبح الرب المنهدم، وخد 12 حجر يرمزوا لأسباط بني إسرائيل 12، ووضع مية على الحجر. هاتوا مية وكب، هاتوا مرة كمان، حطوا مرة تاني، وأحد يكب مية وخلى حوالين المذبح غرقانة مية. الله، هي هتبقى نار ولا ميه؟ اصبروا بس. وراح بعد كده ايه صلى إيليا، صلى، راحت نزلت نار كلت العجل والحجر ولحست الميه، حتى الميه اللي كانت حوالين المسبح لحستها. وشوفوا بقى اللفظ بتاع الكتاب المقدس ايه،
وامتلأت القناه ايضا. ولما قال استجبني يا رب استجبني ونزلت نار حول قلبهم رجوعا. ابتدى كل واحد شاكك في الله او بعيد عن الله قلبه رجع. هي دي التوبه، رجوع القلب. التوبه هي رجوع القلب الى الله. حول قلبهم رجوعا، هنا تغير القلب وتحول القلب الى اتجاه الله. لم يعرج بين الفرقتين، عارف هو بيحب مين، عارف هو ايه بيعبد مين، عارف هو ايه بينصحك ويسكب نفسه امام مين. وبعد كده ايه، كله صرخ، الشعب رجع يصرخ تاني الرب هو الله، وتركوا عبادة البعل. قلبهم رجع رجوعا نحو الله. هذه هي التوبة، لان كان هما إليا يرمز للتسعة وتسعين، وكان الشعب يرمز الى الخروف الضال. ابن الانسان، نفكرها تاني ونفتكر تاني ان ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. وترك التسعة وتسعين على الجبال مع موسى بشريعته ووصية الله إليه، وتركوا مع إيليا في الصلاة وترميم المذبح المنهدم، وذهب يبحث عن الضال. ذهب يبحث عن الضال. في إنجيل معلمنا لوقا البشير الصح 15، الصح ده فيه ثلاث حاجات ضيعة. صح 15، معلمنا لوقا البشير صح 15 فيه ثلاث حاجات ضيعة: درهم مفقود، خروف ضال، وابن ضال. وابن ضال ده اللي بنقراه في الأحد الثالث الصوم الكبير. في ثلاث حاجات ضيعين: درهم مفقود، خروف ضال، وابن ضال. الدرهم المفقود لما قعدت تدور عليه، ده ياما حاجات كده بالذات كده، هي السيدات ممكن كده تفضل طول النهار بتنعكش على حاجة، في ايه أصل بتاع ضيع مني، وفين اخر النهار لقيتها، ممكن تتصل بجوزها وتتصل بابنها البتاع ضايعه مني، وفين لما اخر النهار تلاقيها تبقى فرحانه، اي حاجه مثلا ورقه ولا فيزا ولا خاتم، اي حاجه ضاع منها طول النهار وبتدور عليه، وفين لما تلاقيه وتفرح. شوفوا بقى ايه، افرحنا معي لاني وجدت درهمي الذي اضعته. هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. هذا هو الخروف الضال رقم 100. عشان كده راح حط مثل الخروف الضال بعدها على طول. يأتي إلى بيته، بس مش بقى إيه يأتي إلى بيته كده لوحده، لا، يأتي وهو حامل الخروف الضال على منكبيه. ودي يمكن الصورة الجميلة لما بنلاقي السيد المسيح شايل الخروف الضال إيه على كتفه. يا رب، يعني انت يا رب يوم ما ترجعني اليك بالتوبه تحطني على كتفك. يا رب، مش كتفك ده اللي كان عليه عود الصليب؟ قال لي ايوه، هو ده اللي كان عليه عود الصليب. يعني انت يا رب بتشيلني زي ما كنت شايل عود الصليب؟ قال بس خلي بالكوا، انا قلت لكم مره: من لا يحمل صليب ولا يتبعني فلا يستحقني. هات صليبك وتعالى هشيلك انت وصليبك. هنا بقى الواحد ما يحسش بأي صليب لما يتحط على كتف السيد المسيح ويحمله زي الخروف الضال. الواحد ما يحسش بأي تعب، ويحس انه كمان مميز. لما تشوفوا صورة تلاقوا السيد المسيح شايل خروف والخرفان التاني حواليه، طب مش معنى شايل ده ومش شايل التانيين؟ لا، اصل ده كان ضايع، ده كان ضايع. عشان كده راح حط المثل الثالث بتاع الابن الضال. ولما نلاقي الاخ الاكبر يقف بره ويزعل من ابوه: انت عملت له حفله، مش ابنك ده اللي عمل وعمل وعمل، وانا لم تعطني قط جديا لاتنعم مع اصدقائي. مفيش مره حتى تقول لي خد جدي ده افرح بيه وانت اصحابك، وده اللي راح ياكل بفلوسك عند العشرين والزواني، تسيبه كده يفرح وتعمل له حفله وتجيب له الخاتم وتطلعه الحله الاولى كده ليه؟ يروح قايل له الايه الجميله، يقول له ايه: كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هذا هو فرح السماء بالخاطي او الخروف او رقم 100 اللي كان ضال، لان ابن الانسان جاء يطلب ما قد هلك.
فترك 99 وذهب يبحث عن الضال، وعندما وجده فرح به جدا. الشيخ الروحاني يقول قول جميل جدا عن التوبة، يقول ايه؟ التوبة هي ام الحياة، التوبة هي ام الحياة، وطوبة لمن يولد منها فانه لن يموت. التوبة هي ام الحياة، وطوبة لمن يولد منها فانه لن يموت. التوبة هي ترياق، ترياق يعني ايه؟ ده دواء. هي ترياق لاوجاعه الخطية القاتلة، الشوك الذي زرع بأرضنا. كل واحد فينا حياته فيها شوك، الشيطان بيزرع شوك جوه قلبنا. التوبة بتعمل ايه بقى؟ نزع هذا الشوك وتحرقه بنار التوبة، وتجعل أرضنا ذو ثمار 30 و60 و100. السجن والظلمة التي تجعلنا فيها الخطية بالتوبة تنهدم أسواره، وتضيء داخلنا نور شعاعه الإلهي. هي التوبة هي ملحمة الطب السماوي. ابن الإنسان جاء يطلب ما قد هلك، ويترك 99 مع موسى وإيليا في الشريعة والصلاة وترميم المسبح المنهدم، ويذهب يجد الخروف الضال، وعندما يجده تفرح به السماء لأنها تفرح بالخاطي الذي لا يتوب. بصلوات أمنا العذراء وشفاعات أمنا العذراء وصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا تودروس الثاني وشركي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يؤنس وأبينا الأسقف الأنبا بجول، وربنا يحافظ عليكم كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد أمين. سبح حكمة الله يا رب وارحم، يا رب وارحم بالحقيقة، نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، فأنس صلب عنا على عبدالات سلبنطي فألم قبرى وقام مريم وفي اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهر المسيح من الآب، نسجد له ونوجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معضية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمتاه بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به
قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس وكل غش وكل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت ولعلنا مصاقين كلنا يا سيدنا أن يقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع رب. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس نقفوا برعدة وإلى الشرق انظروا رحمة سلام ذبيحة التسبيح شفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب أنا عندنا بمغفر خطايا مع أبيك صارخ والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة أكسيون كزيكيون أكسيون كزيكيون أليسوس غارخن أم اسمي أكسيون كزيكيون. أيها الكائن السيد الرب له الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة الذي يقف أمامه الملائكة والرؤساء الملائكة والرؤسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام
بغير سكوت قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك ببواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، ونعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به ما بعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم عن طريق الصالح. وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، حدد يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. Nishti mistre yon intiti mitifsevis efsejvariti femu khabon khim bikon wal ehison fesevo
وبتشين وكيش نجبجي صوت تشني صلي بوي مكاريون ورفتان خون شيب شويت في هارو بيتي بوف اني واتف نوتو ويفني فينتي اولي فيني طف شيبي مون آمين اسمو ويرو آمين افر اجي ازيني مون تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتاد نسبحك نصنع ذكر آلام المقدسة وقيامته من بين الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال بخوف وإرادات نسبحك نباركك نهدمك نسجد لك ننصت آمين كنت في فن صوم عفو بنت يا آمين وو باي أبو انت
ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى غفران خطايا وحياتنا أبدية لمن يتناول منه. كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طالة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومناسبا مع كافة القديسين الذين أرضوك منذ الآن. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظ بالسلام وجميع نصرك فنسكبسين الذين فيها واولا نسكب يا رب بين الطوبى المكرمه يسرى سقف بطريقنا الباب المعظم الانبات ودروس الثاني وشركاء في خدمه الرسوليه بين الاسقف المكرم الانبا يونس وبين الاسقف المكرم الانبا بيقول وابين الاسقف المكرم الانبا ثوفيل. يا رب امنية شوتي في المافة بساجن تمس ميخين وصوتي ناري خارزستي امون تكلسي السواب اف امونين بك اوهي خين وهريني أريف مبيب شوي سنه ومينوس نم نبرز فتيروس نورس زوكسوس نم نذياكون وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. يا رب أن ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا الله لا تبقى الكون. يا رب خلاص هذا الدين المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. يا رب وساكنين فيها بإيمان الله شاء عباك شاء عباك شعبك وكنيستك يصرخ إليك بك ومعك إلى الآب معك قائلين لا أبونا يصلي لوحده والشعب لوحده. ارحمنا 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 يا الله هو الآب يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله يا مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم ارحمنا
أقدم على شعبك بوحدانية القلب، أعطي طمأنينة لكل العالم مزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها. أسعدك مقدار يا كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر ثمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق، دبر حياتنا كما يليق، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه الحسن، اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين، نزداد في كل عمل صالح. أريف مفيب شوي سنة طافيني ناكي خون النيزور نمني طاف إنو إيجو نمني طاف إنو إفولي توتو مينو تيرو إم بي في كي بي إفول خني في أومي. صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. بزيب شويس وصهني بنت بك منو جنيسين شيري اسر نرش فير برف مفين تنس قوى بنطاب أريكا تقسين بشويس انتك ارف مفين تنس قوى بتيرو اطفرانك يس جنبيني ننيوتي اس او ني بطري ارشيس ني ابروفيتيس ني ابوستولوس ني رفيوش ني ايفانجيليستيس ني مارتيروس ني هومولوجيتيس ني مبنف مدفين ان اسمي إيه طاف جوك إيفول خنف ناهتي إن هو زيس إس أو بسمين هو إت أو يمبارسين وسنسيوني فين تام آجيا ماري إيه تتصق بابنتي بلوغوس خنومي اسمي من بي أجيوس يو أنس بي برودروموس مبفتستيس وهم مارتيروس
من بياجيوس ستيفانوس بيارشي دياكونوس وهم بروتو مارتيروس من بيثيوريموس نيفانجيليستيس ماركوس بيابوستولوس سواف وهم مارتيروس نم باتريارشيس اوب سافيروس نم بينصاغ ديوس كوروس نم بياجيوس اثاناسيوس بيابوستوليكوس نم بياجيوس بتروس يارو مارتيروس بيارشي ايرس نم بياجيوس يوانس بيخروزوستوموس نم بياجيوس ثيودوسيوس نم بياجيوس ثيوفيلوس نم بياجيوس ديمتريوس نم بياجيوس كيريلوس نمبي أغيوس فاسيليوس نمبي أغيوس إغريغوريوس بيثيولوغوس نمبي أغيوس إغريغوريوس بيثوماتورغوس نمبي أغيوس إغريغوريوس بيأرمينيوس نمبي شمت شميت شمين تفثوتي خنكيا نمبي شيت بنتي كوستانتينوبوليس نمبي سنفشي انتي افسوس نمبي نيوتن فيكيوس بنشتيا فانتونيوس نمبي سميا فبابلي نمبي شمت سوابا فمكاري نمنو شيري تيرو انستفرفوروس نمبنيوتا فا يوانس بيغومينوس نمبنيوتا فا بيشوي بيثمي برومن تيليوس بيمن ريتن تبنسو تيرن أغاثوس نمبنيوتا فا بفلي برم طمون ميزيكيل بفماثيتيس نمنا شوي سنيوت ثوى بن روميوس Maximus nem domadius nem bemepsit mortiros nechlo entishit nem begores obavamu sinimu anneskemi ببرز بيتيروس نم بنيو طفا دانيل بغومينوس نم بنيو طفا يسيزونس ببرز بيتيروس نم بنيو طفا بخم فاتيكونونية نم سيوزيروس بفماسيتيس نم بنيو طفا شينو دي بارشي من ازريتيس نم بنيو طفا ويسا بفماسيتيس نم بنيو طفا برام بيبسكوبوس نتيفيوم نم جيزة نم بنيوت ميخيل بيومينوس بيموناخوس بفموسيب إيتيس نم بنيوت بابا فاكيرلوس بيموسو نم بنيوت حبيب جيرجس بغرشي زيكون نم بخوروس تير فنتينيس وبنطاق أولى الذي نفسه لا تموت الباطم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا نيتوش مارتو النيران انتيني نيوتي سوابن باتريارشيس اطافن كوت ابشو اسما امتون انو يبسيشي تيرو وانت فكان انو في ناني فول Yeah.
أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ارتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم. أيضاً فلنشكر الله ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا للأن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق نقدم اسمه القدوس هو أيضاً فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية الغير المائتة. Christos in Gebi Pantokrator, Ipshoi Sepenoti. Amin, amin, Salo. Barakau Salam, Ligami Aiko. كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانو إلى حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجدي الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي يسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة. الأربعة الحيوانات غير المتجسدين يقولون تسبعة الثلاثة التقديسات والأربعة وعشرين قسيسا جلوس على كراسيهم وأربعة وعشرين أكيل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرين جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين. أمام الحي إلى أبد الآبدين والمئة والأربعة وأربعين ألفا البتولين غير الدنيسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين أليلويا. أمين
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين امين. الليلويا. ونحن ايضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الاب ضابط الكل امين. الليلويا. قدوس ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا امين. الليلويا. قدوس الروح القدس الباراقليط امين. الليلويا. مقدسة ومملوءة مجدا والدة الله قديسة مريم العذراء امين. الليلويا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين. الليلويا هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي واشرب دمي يكون فيه وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وإجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وزنا كفايتنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. إن بخريستوس يسوس بن تشوي إحنا رؤوسكم للرب لنعطي أنصارك منصت بخوف الله يرمي باصيه اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد انقذ الجامعه الرسوليه اذكر يا رب رزقنا البابا المعظم امبراطور الثاني وشريكه في الخدمه الرسوليه ابي اسقف المكرم الانبياء انس وابي اسقف الانبياء سوفينوس اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها نصنع حقا ومع روحك ايضا ننصت بخوف الله يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين. بركة وسلام لجميعكم لروحك أيضا يا سيد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين أجيون تيميون صوما كيمالي سينون إيسو خريستو تيوتو سيو إيمون آمين. آمين أمين إلى هنا هذا وبالحقيقة آمين 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 آمين. أؤمن 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 وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو جسد المحيا للسيد ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وارد لها طارق قديسة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسن أمام بلاص البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وعد عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت المفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا فرانا للخطايا وحياتنا مدية لمن يتناول منه
آمين آمين آمين. أنا زعب الحقيقة آمين 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 آمين. أنا زعب الحقيقة آمين. طلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية المغفرة الخطايا يا رب. ارحم.